يشبه مين محمد النني من جيلك الذهبي في أرسنال؟ سؤال رائع. إنني يشبه محمد النني، أريد أن أقول أنه إلى من أفكر أريبار لور، لأنه كان لاعب مقاتل ولأنه لعيب كان قوي جسمانيا وفي قلبه شجاعة ولاعب مقدام ولديه تكنيك ولديه رؤية جيدة للملعب ولديه تمريرات جيدة جدا. أعتقد أنه يشبه كثيرا.